أكلوا من القمامة، ده أمر يعني مؤثر. أزمة الجوع في السودان، هل من مساعدات في رمضان؟ يعني لك أن تتخيلي سوء الوضع، خصوصا مع عدم توفر مسارات آمنة واستمرار القتال وما في اتصالات، بالذات للناس اللي كانوا بيعتمدوا على التحويلات الخارجية، يعني يخففوا وطأة الجوع شوية عليهم، ولكن حاليا الناس محاصرين بالجوع.